كتير لأنك خليتني أعرف أفكارك المتخلفة هي، والبيت يلي فيه زلمة بهي الأفكار ما بيناسبني أتزوج فيه، ما بيناسبني بالمرة. حتى لو اضطريت أني أعمل عرسي بالشارع، عم تفهم علي؟ لأني مستحيل أرضى أتزوج ببيتك يا سيد أهان فير مالهوترا. فيكي تسحبي حالك وتروحي من بيتي برا. وعلى فكرة أنا كمان ماني قاتلة حالي أبداً أنه ضل بهذا البيت. بلا ترباية، لا تهتموا، خلونا نرجع على الحفلة. يعني مو ظابطة مشان ما ينشغل بال ضيوفنا. امشوا. تفضلوا. او ماي جاد، اتأخر الوقت وما يانت لهلأ ما إجا. ما فيني اترك اشكي لوحدة بهالليل. لو سمحتي استني وقفي على جنب، خلينا نحكي. تأخر الوقت وما بيصير تروحي لحالك. طلعي معي رح وصلك على البيت. عنيدة هالبنت، ما رح تقتنع أبدا. لازم انزل. اشكي اشكي فيقي، ردي. بس انا يا دكتور ما بعرف شي. يعني فجأة لقيتها واقعة على الارض. نحن رح نعمل لها التحاليل اللازمة وبعدها بخبرك بالنتيجة. شكرا كثير دكتور. ولا يهمك. طمني عنا دكتور. البنت صاير معها غيبوبة سكري. شو يعني؟ يعني نزل عندها معدل السكر فجأة، وهلأ حطينا لها سيروم بعد شوي بتصحى. وهلأ هي لازم ترتاح وما بصير تعصب أبدا. ألو ميانك، ليك إشكي فقدت وعيها وأنا جبتها على المشفى بحالة إسعافية. تعال لهون. شو؟ إيه بس لا تقلق، هي صارت منيحة. مو وقتها هلأ، رغم انه هي مريضة سكري ما حبت تزعل خالتي سارلة من الصيام. مو معقول، كيف ترضى تصوم بهيك وضع؟ وحتى ما رضيت تاكل الشوكولا اللي اعطيتها اياها. اذا كان عندك مشكلة باكلي يعني طمع، انا ما رح اكل. ولساتك عم تتفتلي والشوكولا بايديك؟ طمني، صارت منيحة هلا؟ هي فاقت؟ ايه دكتور خبرني انه رح تفيق بعد شوي. وبابا مرضان كتير كمان، ما فيني اتركه واجي على المشفى. لا تشغل بالك ماياك، انت خليك عند عمي وانا رح وصلها على البيت. ما رح اتركها لحالها تطمن. شكرا. لو سمحتي يا أنسة استني، ممكن نحكي شوي؟ أنت اللي بتضلي تتخانقي معي. اشكي
سيد أهان فير مالهوترا، مو جاي على بالي أحكي معك أبداً. لهيك لو سمحت روح واتركني بحالي، أنا مو ناقصني قهر. أنا بس عم قلك ما بدي أحكي معك، ما عم تفهم؟ أنتو ناس أغنية كتير وأصحاب نفوذ وعيلتك كبيرة ومكانتكن كبيرة بالمجتمع، بس هذا ما بيعطيكن الحق إنو تزغروا العالم أو إنو تشككوا بأخلاقن وتسببولن إهانة كبيرة. حتى ما بيحق لك تحكي معي هذا الحكي وتتهمني إنه ما عندي قيم. أنت ما بتعرف ظروفي لتحكي على عائلتي، لو سمحت ما بدي حاكي، لأنك سيء وغلطت على عائلتي كتير وجرحتني. خذ محرمتك، ما بتلزمني ابدا، ما بدي اي شيء من رجال متخلف مثلك. سامحيني انا ما بقصد. قلت لك بعد عن طريقي، ما بتفهم الحكي من اول مره. معك حق، انت ما بتفهم وما عندك اخلاق وبتحكم على البنات من طريقه لبسهم بس، مو هيك يا استاذ؟ شايف حالك على العالم ومو مصدق انك غني وابن عائله كبيره كتير. أنا ما بيشرفني إني أعرف شخص مثلك أناني وخليك توصلني على بيتي. تركني بحالي، أنت بالذات حل عني وما في داعي تقلق علي أبداً. روح على بيتك هلأ وخبر أهلك قديش أنا بنت سيئة ومو منيحة. طلع فيه، ركز بوشي منيح. بتمنى ما أشوفك بحياتي، خليك بعيد عني. وبحب ذكرك مرة تانية، إذا ذكرت سيرة أهلي ما بتعرف شو رح يصير. وقتها أشكي رح تحاسبك على غلطك بس بطريقتها الخاصة. ناس أغنية كتير وأصحاب نفوذ وعيلتك كبيرة ومكانتكن كبيرة بالمجتمع، بس هذا ما بيعطيكن الحق إنو تزغروا العالم. إلهن سبب واحد، تعرفي شو هو؟ إنو أهلك ما عرفوا يربوك منيح على القيم والأخلاق. أنت ما بتعرف ظروفي لتحكي على عيلتي، لأنك شخص سيء.
خالتي؟ خالتي؟ وينك؟ خالتي؟ خالتي؟ وينك؟ خالتي؟ خالتي، خالتي. شبه، تعي، قليلي، شو صاير؟ ليش عم تبكي؟ صار مشكلة مع الجماعة؟ شو عمل كمان؟ إلهن سبب واحد، تعرفي شو هو؟ إنه أهلك ما عرفوا يربوك منيح على القيم والأخلاق. ما في شيء، بس كان معصب، ومن اليوم ما رح يسمح لي فوت على بيته وأعمل عرسي. ليش؟ ليش هيك حكى؟ أكيد صار شيء مو منيح يا بنتي، خبريني شو اللي صار. ما صار شيء مهم خالتي، ومنيح طلعت منه هو، لأنه أنا ما بدي أتزوج بهذاك البيت أبداً. أنا بكره هالزلمة وبس شوفه. احكي لي، يلا انطقي. لا ما رح أحكي، لأنه رح تقولي عني إني عطول بفكر فيه وما بفكر بميانك أبداً. أنا معه بهالخطوة، العرس ما لازم يكون مختلط، واخته تشاركني فرحتي. خلص لا تزعلي، اشكي اللي بدك يا بيصير. اليوم صارت مشكلة كبيرة بالبيت، بس الشكر للقدير انه قدرنا نعمل كل طقوس الصلاة. شكر للقدير، شكر للقدير، شكر للقدير. تفضل عمي. اجا بوقته هالشاي. شكرا بولا. ستي تفضلي. اعطيني لروق اعصابي. يسلموا بولا. اعطيني رقم حدا من عيلتها لقل له. ما بعرف شلون بحطوا خالتي بمشفى رخيص مثل هاد ما فيه اهتمام. ايه بالمناسبة اهان بيض وشي اليوم وفرحني كتير باللي عمله. سؤال ليش؟ ايه انه زواج اشكي ما رح يصير بهالبيت، بيكون احسن اذا بتضل هالبنت المو مرباية بعيدة عنا. ايه ماما كلامك كله صحيح ونحن معه، بس ما كان لازم صار لتعامل إشكي بهالأسلوب وتقول عنا خدامة. وكيف لازم تعاملها؟ بالنتيجة إشكي بتشتغل عند سارلا، يعني هي خدامة. عفواً، كان لازم سارلا تعتذر عن تصرف ابن إختها لأنه هو اللي غلط على إشكي. إشكي هي اللي غلطت على أجيت. هالشاب مسكين دفشته على الأرض وفجت له راسه، منيح ما اشتكى عليها للشرطة. بس بصراحة هو كمان غلطان، لو كان دايخ وفائد عقله تماماً ما كان تحرش بالبنت هي. ليكو أمي هالمرة الحق معها. لا أهان هو اللي معه حق، هديك البنت الممثلة دايماً بتمثل علينا وبتخدعنا. شو اللي غلطت فيه الست سارلا؟ طلبت من إشكي إنه تصوم معنا. هذا الصيام مفروض، الزواج طقوسه مقدسة، بس لا إشكي بس بدها تخالف كل بس العادة. بس البنت صامت يا ستي. لدرجة إن غابت عن الوعي وما رضيت تكسر صيامها. شو هالظلم؟ المرة اللي بتاكل قتلة من زوجها بتتحمل كل هالوجع لأنه ما حدا واقف معها أبدا. شو في؟ فيكي تحكي لي؟ ما بعرف يا خالتي، ما عم اقدر افهم الناس اللي حوالي. المرة اللي دائما بعذبها زوجها ما بتفكر تشتكي عليه وتخليه يحرم انه يعيدها، بالعكس بتسكت وبتحاول تخفي جروحها قدام الناس. معقول القصة بهالبساطة؟ بتشوفوا فيديوهات على اليوتيوب بتعلمكن الطريقة لتخبوا جروحكن بحرفية بالمكياج؟ أنا عم أبكي هلأ لأنه أنا غلطانة، بدل ما أخذ زوجك على مخفر الشرطة وعلمه الأدب عم بكي شكلة تخبي هدول الجروح. حبيبتي ما حدا إله ذنب اللي عم يصير، أنا بس الغلطانة لأني سكت له من البداية إشكي وخليته يتمادى علي. أنت بتعرفي إنه هذا غلط، ليش تحملتي كل هالظلم؟ تا
داعي معي عم اخفر الشرطة لنشتكي. اشكي. نحن أهلنا ربونا بطريقة تقليدية يا بنتي، ما بتسمح لنا نعترض على أي شيء بيساويه الرجال معنا، وزرعوا براسنا إنه الزلمة مثل القدير، ما بيصير نقله لا. لازم نحن عطول نقول إيه ونرد عليه بكل شيء، وعايشين على أمل إنه يتغير، بس هذا الشيء مستحيل. بس جيلك أنتي غير هالتقاليد يا إشكي. ركزي، أنتي رح تتزوجي هلأ، انتبهي وبس، واختاري بعناية يلي بيحترمك. لا تخافي علي. يلا بكرة يوم خطبتي وهي ما رح تصير بدونك. لازم كون أنا اللي عم اهتم فيكي مو أنتي. على كل حال بظن أهان خبرك بقراره النهائي، لازم ندور على محل تاني مشان نعمل العرس. خالتي ما يانك قال لي إنه أبوه مرضى وما بده يعمل شي هلأ، وأول ما يتحسن بيقول لي شو بدنا نعمل. فيني أسألك سؤال؟ أنتي متحمسة للزواج من مايانك ولا لا؟ ايه قديش؟ خالتي لازم تكوني واضحة بسؤالك، مثل قديش بيدق قلبك لما تشوفيه، أو حسيتي بمشاعر الحب ولما بتغمضي عيونك بتشوفيه بأحلامك، أو يا ترى بيعزف لك تحت شباك غرفتك وبيفاجئك بكتير هدايا، وبس تفكري فيه بتلاقيه عم يتصل وكل الوقت بيكون رومانسي معك. مو مهم إذا عزف لك ولا لا، أنا كل اللي بدي إياه إنه تكوني مبسوطة. ليكي عندي اقتراح، اكتبي قائمة كبيرة وسجلي كل أحلامك بالتفصيل، وحددي شو بدك من هالعلاقة. يعني مثلاً خبريني شو اللي بدك إياه يعمله. أنا بصراحة كل اللي بدي إياه هلأ أهان يعتذر مني. أخي طمني عليها. هي منيحة. شو إنا ممثلة بارعة وبتعرف تكذب؟ شو هالبنت هاي يلي بتفقد وعيها بس تصوم؟ هي مريضة سكري، وطبياً المفروض إنه ما تصوم لأنها بتغمى. أخي هذا الشيء اللي كنت عم حاول خبرك إياه من الصبح، بس ما حدا منكم رضي يسمعني، قلت لها كلي بس ما رضيت. معناها لازم نعتذر منها مرتين. وليش بقى؟ الاعتذار الأول لأنه أجبرناها على الصيام بحجة التقاليد التافهة، والاعتذار الثاني لأنه ما اعترفنا بغلط هذاك الوقح اللي حاول يتحرش بالبنت، والاعتذار الثالث لأنه خبرناها أنه حفلة عرسها ما رح تصير عنا. أنا ما عم أفهم شو هالحب. أنتوا ليش كتير مهتمين بهالبنت الفقيرة؟ لتكون واحدة من عائلتنا لخايفين على مشاعرها لهالدرجة؟ ما عم صدق زواجها ما رح يصير بهالبيت أبداً. وأنتي سونو قبل ما تفكري فيها تذكري أم خطيبك شو رح يكون ردها على هالحكي. هاد الكلام ما بيليق فيكي لأنه عائلتك كتير معروفة، مو معقولة ما عم تفكري بسار لبنو؟ شوفي أول ما ذكرنا اتصل، يا ترى شو رح يقلك؟ ردي على خطيبك وطمني يا إشكي. رح طمنه. ألو إشكي، بعتذر إنه اضطريت أترك الصلاة وطلعت لبرا. على كل حال حالة بابا صارت أحسن هلا. أنت كيف صارت خالتك؟ خالتي منيحة كتير وأنا كمان بخير. نسيت اتطمن عليك، خبرني أهان إنه أنت كنتي بالمشفى، بس هو ما قصر وما تركك لحتى ارتحتي. شكله ما خبره بالشي اللي سوا معي بالبيت. مايانك بدي خبرك بقصة مهمة. طيب اجليها. أمي بدها تحكي معك وتسلم عليكي. ألو حبيبتي إشكي، كيف صحتك؟ طمنيني عنك. أنا كتير منيحة. وخالتك كيف صارت؟ خليني سلم عليها. يلا. يسعد مساكي حبيبتي. أسفة لأنه ما قدرت أحضر الصلاة، كنت كتير تعبانة، بس أنا أكيد رح كون بالخطبة. عادي، بصراحة هذا الشي اللي كنت حاكيكي فيه. بكرة معزومين قبل الخطبة معنا وبدنا نفطر مع بعض عند بيت مالهوترا. طيب إشكي رح تروح. كنت بدي أسألكم إذا
عنده غيرتوا خواتها من الخطبة ولا لسه؟ إذا بدكن أنا بحكي مع السائق بكرة. إيه إيه، أنتي لا تشغلي بالك، جبنا الخواتم وكل شي تمام. ماشي بنتي، منلتقي بكرة، باي. ماشي باي. ولهيك رح أطلب من مايانك أنه يفصل عرسكن عن عرس أختي. يا ترى ليش أهان ما خبر مايانك بشي؟ عن جد بطل تفهم عليه. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.